بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، ارحب بكم اجمل واطيب ترحيب في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والمقام على أرضية ميدان رماح. وأتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، والمقام ولمقام سيدي ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للليبل، رئيس نادي ليبل. ويأتي هذا الدعم لإحياء تراث الآباء والأجداد ومواكبة لرؤية المملكة 2030، ومع انطلاقة جديدة في سن الحقايق من المسافة 4 كيلومترات. هي الحكاية، هي الرواية، ترويها لنا الأسماء المنطلقة، الأسماء المندفعة نحو النماس، نحو الانتصار الغالي في مهرجان المؤسس. الله يا البداية، لأتابع من يتقدم، من يتصدر المجموعة. الصداوي سعيد بن ناصر بن حمد الفهدي المري ينطلقون أبناء الساحة على المركز الأول وعلى التحدي الأول. المركز الثاني مرحبا بالأشقاء، مرحبا بالقادمين من خارج المملكة العربية السعودية. بن جنزول يقدم لنا مقدم سالم بن مسلم بن جنزول بن حمرور العامري، ولكن غير في هذه اللحظات وانطلق شلويح بن صليفيك بن مناحي الشمري ذيبان، وانجازات ذيبان على المركز الاول غير من المركز الثالث. النقلة لأتابع المركز الثاني لانطلاقة سعيد بن علي بن سعيد الأبراسي المري، يقدم صغان. المركز الثالث من الجانب الأيمن أراقب عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني، يقدم انطلاقة في هذه اللحظات الصداوي على المركز الثالث. رابعا النقلة لأتابع من يتقدم على المركز الرابع، يصل في هذه اللحظات عوض بن عبد الله بن حمد القبعان المري، ليقدم لنا شاهين على المركز الرابع. خامسا اختتم النداء بانطلاقة مقدم وسالم بن مسلم بن جنزول بن حمرور العامري. هكذا الأسماء المتقدمة الباحثة
عن النماس عن الانتصار، ولكن ولكن ابن حايل الابن حايل ينطلقون ينطلقون، والعقال مايل مايل انطلق على المركز الاول. بنصلي فيك بنصلي فيك وانجازاته اشلويح، بنصلي فيك بن مناحي الشمري ذيبان وخلك ذيبان، جسر العبور الكيلو متر الاخير يا ذيبان، راح الكثير بقى القليل، مضى 3 كيلومترات بقى كيلو وحيد، كيلو ما بعده الا النماس الا الجايزة الا الانتصار. بن اشلويح انطلق انطلق على المقدمة، والعصا بالبطان والعصا مغروزة بالبطان، يرقص على صوت الجهاز يرقص طرب على المقدمة، بسم الله عليه بسم الله حواليه، صاحب التوقيت صاحب الانجازات ينطلق. بنصلي فيك بنصلي فيك الشمري الشمري ابن الامارات قادمين، ولكن ولكن حايل حايل راحوا بالسلام راحوا بالانتصار. الله يا بنصلي فيك بن قنزول بن قنزول قادم 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 العامري العامري، ولكن بن قنزول وانطلاقته، ولكن روحوا ابن حايل ابن حايل والدمعي على الخد سايل، ولكن بن قنزول بن قنزول بن قنزول بن قنزول ذيبان مقدم مقدم ذيبان ذيبان ذيبان، طار بالسلام طار بالسلام، الله يا ذيبان غادر بالسلام ذيبان ذيبان، وداع كبير بالفعل غادر بالانتصار. اشلويح بنصلي فيك من مناحي الشمري من قدم لنا ذيبان المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات سالم بن مسلم بن قنزول العامري قدم لنا مقدم المركز الثالث. وصل سعيد بن علي بن سعيد البريس المري قدم لنا صغان على المركز الثالث. رابعا وصل فايز بن عمش بن عواد الاسلم الشمري من قدم انطلاقة الذيبان المركز الرابع. الخامس وصل عوف بن عبد الله بن حمد القبعان المري قدم انطلاقة شاهين. تهانينا والنماس لابن حايل ومن قدم ذيبان اشلويح بن صليفيق بن مناح الشمري غادر بالانتصار غادر بالنماس الغالي. تهانينا والف مبروك.